يعني ما بعرف كيف بدي افتح معكم الموضوع. بفصل الشتاء وكثرة القعدة بالبيت ممكن تخلينا هيك ناكل كثير وما نتبع نظام صحي أو حتى غذاء مشبع، وبالتالي ممكن تزيد حصيلة الدهون بجسمنا وننصاب بالسمنة. اليوم مو كنا متفقين من أول السنة يلا لنشوفكم، هي اجت أول السنة ودائما النظام الغذائي بيكون ناطر على الباب بكل بداية جديدة، إن شاء الله يا رب هالمرة نمسكه ونلتزم فيه. اليوم بفقرة التغذية رح نحاول نبعد عن هالقصص ونحكي عن كيف نقدر نرفع حصيلة حرق الدهون بجسمنا ونرفع معدل الاستقلاب ونحافظ على صحتنا مع ضيفتنا الدكتورة ثواب الغبرة اختصاصية بالتغذية. صباح الخير، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، يا أهلا وسهلا. خير يا رب. وسهلا فيكم. يعني عم نحكي أنا من اليوم بدي أمسك النظام الغذائي، بقى إن شاء الله هو يمسكني كمان ونتمسك ببعض إلى أبد الآبدين. كيف بدي أمشي نظام غذائي صحي وما يكون مزعج لألي؟ هلا هذا هل هي سر البنتبي يسموه السيكريت تبع الباسورد تبع الاخصائيين التغذيه اللي بيعد نحن بنتاجر فيها كجميع، بس الله يرزقنا نفعل الناس ونطبق مع حالنا قبل مع غيرنا. يعني هلا في شيء اسمه رفع حرق الاستقلاب بالجسم، يعني او الاستقلاب المعدل العام للاستقلاب، هاي هي سر الخلطه تبع الهيئه، انه بتلاقي في فصول بالشتاء من اصعب ما يمكن تنزل واحد كيلوغرام، حتى مو هيك كمان، من اصعب ما يمكن تمسك وزنك اللي عم يرتفع بشكل متدرج بشكل ما عم يمسك كمان. الفكره الثانيه انه بتلاقي انه ليش في احيانا انه وجبه واحده ممكن تزود كيلين والواحد يقعد يعيش شهر بحرمان كامل ودايتات ورياضه وهيك، شو المشكله مع هي الخليه الدهنيه؟ شو سرها العجيب؟ وين بوابتها؟ فهذا هو اللي نحن جايين نحكي، واساسا نحن كل يوم بندرس دراسات وبحث لندور حتى نجاوب هذا الجواب. حتى ما نطول على المشاهدين، وهلا اول شيء هن كل سنه وهن سالمين، وحرق الشحوم هو على طول البنط العريض طلب الجماهير غير حرق الدم تبع الامور هي، بس الفكره الاساسيه انك انت هلا تعرف شو شيء جديد. يعني كلياتنا بنقول سبور وقطع سكر وقطع خبز وقطع مدري شو بعرفني، اساسا كل شيء وبتلاقي كل هالشيء مقطوع عنا وما شاء الله الوزن كل هالشعب عم يربرب، ما بتعرف منين شو سره. شو انا بدي اسال شو سره؟ بس يعني ايه، اول سر فظيع انه بهي الفترات هي انه بينقص معدل فيتامين د، وما حدا بينتبه على هالملاحظه هي الفظيعه، لانه مو لانه نحن في شمس ولا ما في شمس ولا قصه هي، قصه انه بفتره الانقلاب الحراري مثلا انقلاب شتوي وهالامور هي كلياتها، بدون نحن ما نقرب على اي تغيير بحياتنا اليوميه نخسر تقريبا 10% من فيتامين د بجسمنا. هذا اذا ما خربطنا اي شيء. من احد كمان الشغلات الشائعه انه مثلا نحن بنغفل الرطوبه، اهميه الرطوبه قديش بتسحب من فيتامين د، غير انه نحن تعرضنا للشمس او ما تعرضنا للشمس وهالامور هي. فاول شيء بدنا ننتبه على فيتامين د، هذا اول معدل استقلاب بتلاقي حالك انك ما عملت شيء اي تغيير، ليش وزني عم يزداد؟ لك حتى لك عم يزداد مش عم ينقص، وقصة اني انا احقق خساره بالوزن، ليش عم يصير هالزيادات؟ هي 5 كيلو ركض 70% من الشعب عندك اياه بتلاقي ارتفع الوزن تبعه. هلا النقطه الثانيه اللي بيهمني امرها، في قاعده سحريه بعمليه الحرق، انك ما تعود الخليه الدهنيه على اي شيء حتى لو كان شيء صحي كسر لها قاعدتها، هي اهم نقطه. هلا كلياتنا بنعرف مشهور قطع الخبز والسكر ونزل الانسولين يرتفع استقلابك، حلو هالكلام، بس لتحقق هالاسبوع اللي هو زيرو زيرو شوغر، هذا مثل نزع المورفين من الجسم، واللي بيقول لك غير هالحكي فلا قابل. يعني بيعمل ادمان عمليا، تطبيقه العملي كثير صعب هالكلمه، يعني هذا تنظير حكي للي بده يجي يقعد يحكي انه هي، الا ما قل وندر من ما رحم ربي انه الناس اللي ارادتها عاليه وهي، لانك كانك عم تنزعي مورفين من الدم. فهذا شو حله؟ هذا حله بدنا ننتقل لشيء اسهل نوعا ما، مو تقليل، التقليل ممكن يكون جيب لك كيلو كيلين، بس شيء حل جذري. حننتقل لشيء بوابه ثانيه هي الملح اللي كنا عم نحكي عليها. انت قطع الملح يومين ورجعه باعتدال، واياك ان تقطعه نهائيا، لانه قطع الملح نهائيا وسؤال مرضى الضغط بيعمل كآبه، تمام؟ قطع الملح اذا مالك قدران على السكر، قطع الملح يومين وبدله ببعض التوابل مثل الكركم والامور هي حتى تعرف تبلع اكلك كمان بمزاجيه، بتلاقي نزل وزنك فورا، خسرت بشيء
مثل السحر. فمن احد اسرار اللي جايين نحكي عليها لرفع استقلاب الجسم بهالفترات غير فيتامين د، ضبط الملح، اوطع الملح واعادته بشكل قليل ومن ثم قطعه. يعني اياك انك كمان تعود حالك انك اربع خمس اسابيع قطع نهائي. طيب دكتوره هون في مداخله، نحن بنقول موقف سكر، انا ما عم باكل سكر ولا عم باخذ سكر مع الشاي ولا مع القهوه ولا مع المحليات، يعني المشروبات الغازيه، بدك تشيك قطعه حلو تماما، يعني او باكل تفاحه او باكل عنب او باكل فواكه فيها فركتوز، هدول السكر كمان موجود فيها. لذلك قلت لك يا ورد مو الحل ابدا العملي اني انا زيرو شوغر، بس في شيء اسمه سكريات ممكن الجسم يتعاطى معها بشكل كثير يعني كفيء، يعني عادة اسرع يمكن الجسم. فالفكره الاساسيه برجع بقول انه تلعب مع خليتك الدنيا بذكاء. يعني هالفكره انه في شغلات فينا كثير نرفع حرقنا فيها من دون ما انا فوت بشغلات عنيفه على راحتي النفسيه. هلا الشغله الثالثه اللي هي اسمها فن الكارديو. هلا اكيد انا مو اخصائيه رياضه ولا اي شيء، لكن في سر رهيب جدا لرفع استقلاب الجسم. اذا انت عندك تقريبا خصصت 30 دقيقه بيومك، هي 30 دقيقه انا حقول لك عليها انها هي مشي بالضبط. احيانا مو كل الناس بتمكن لهم المشي. لو انت قاعد ببيتك تماما وقفت وصرت تمشي بمكانك، تسرع عمليه الهروله شوي وترجع تبطئها. هي بعلم الكارديو رفع جهد على القلب، وقت بيصير تنفس شوي حينقطع رجع تخفض تماما. كيف انا عندي سياره نقلت على الاول بعدين عم نقل على الرابع بعدين نزلت على الاول، سحبت معي بنزين اكثر من ما انا حطها على الرابع طول الوقت، بتطق الجير هلا بحكي على الميكانيك بقى. فالفكره الاساسيه انك تلعب على كارديو القلب. وعلى فكره نوصل للبومرة هلا بالكارديو. حتى اذا كانوا تبعات الرياضه الخبيرين بيلعبوا كثير على هالنقطه، هي بتحرق جدا الخلايا، بدها خبره تسريع المجهود على القلب بعدين ترجع على الوسط بعدين ترجع. اي حركه عملتها سرع بطئ بتحرق اكثر مما تحشي ساعه برتب معين. فهذا من ثالث اسرار سرع الاستقلاب. عذرا اني عم بحكيهم بشكل سريع لاني ما في وقت. لا بالعكس. يعني دكتوره في قصص مثلا بما يخص الملح، في ناس بتبدل الملح بالصويا، في ناس بتبدله بملح الهملايا، فنحن بدنا نعرف هلا بالاضافه للملح شو هي الاغذيه يلي بتخلينا نحرق دهون بشكل اسرع. يعني في ناس بتقول لك شاي اخضر، في ناس بتقول لك مثلا الجريفون، هدول عن جد بيساعدوا بالتمثيل الغذائي انه نحن ننزل من كميه الدهون بالجسم ولا لا؟ هلا في شغلتين حكيتيهم حلوين، شو هن الاغذيه اللي بيرفعوا الحرق؟ هلا مثلا سر الجريفون وين؟ بيمنع الدخول المواد الغذائيه لداخل جسم الانسان، هون سره بالحرق. يعني هلا نحن بنحط دواء ضغط مع جريفون، بنقول له للمريض مريض الضغط اذا اخذته مع جريفون هذا بيعمل انه ما امتصيت دواء الضغط. دواء الكوليسترول نفس الشيء. في شغله نحن بندرسها بدراستنا اسمها التداخلات الدوائيه الغذائيه. السر الرهيب كمان هلا الشاي الاخضر كلياتنا بنعرف قديش هو في عنده مضادات اكسده وظريف، بس شو بده يحرق؟ بيحرق مثلا 5 كالوري 6 كالوري بهالفنجان يعني هالشاف اذا كان بلا سكر. قطعه شوكولا لحالها عندك اياها 150 مثلا تقريبا. الفكره الاساسيه مو هون بهي المواد، هي المواد بتعمل عندك يا تسريع لاستقلاب الجسم بطريقه غير مباشره عن طريق تنظيف الكبد او مضادات الاكس، يعني بتلم كل سموم عم تخفف وصول الاكسجين للخلايا. هي سر هي المواد هي. وحنحكي على شيء جديد لانه نحن بدنا شيء معلومات جديده. من اقوى العوامل اللي صارت فيها دراسات انها بترفع معدل الايض بجسم الانسان هي القهوه والقرفه. بس هي الوصفه الله يخليكم مو لمريض الضغط تماما. القهوه والقرفه على فكره طعمتهم مع بعضها مو طيبه لمعلوماتكم، بس القرفه لها نكهه قويه جدا والقهوه لها نكهه قويه جدا. يعني لازم نحطهم مع بعض؟ هلا في ناس بيقدروا يتحملوا انك انت تسفي شويه بن بعدها شويه قرفه. هي من احد اسرار اكبر ادويه تنحيف بعالم بالعالم. تمام. هي على فكره خلينا نعطيهم هي هديه بقى هذا الموضوع بيقولوا لنا اياه بالنادي بالجيم انه قبل التمرين بربع ساعه او نص ساعه خذ شيء فيه كافيين، شوي في قهوه او حتى كمان هيك البهارات اللي بتكون معتدله لانه بتحمس الاستقلاب وبتشجع على الاستقلاب. طيب في كثير ناس بيكون وزنهم عم ينزل وعين الله عليهم، بيوصلوا لعتبه ما عاد ينزل وزنهم، شو ما عملوا شو ما كسر عتبة السبب، كتروا كارديو، قللوا سكر، قللوا دهون، رفعوا الاستقلاب، بضل الوزن ثابت مع انه وزنهم ممتلئ او جسمهم ممتلئ، شو السر وشو الحل؟ اول
اول ما بيوصل لجسمنا عتبه ثبات بيحس الحال انه عم يعمل دايتات ومع هي اول شيء لا يعانده. شو بدنا نساوي بقى؟ بدنا نعمل شغله كثير بسيطه انه نرفع الوزن 1 كيلوغرام شوك. يعني ترفع كيف تماما عم ندوق التوم بقى صديقتي حتعرف تفهم علي تمام. برفع ايدي وبنزل عليها بتصير الضربه اقوى على الخليه الدهنيه. النقطه الثانيه تغيير العاده اللي محيطه بالخلايا الدهنيه. هي شو قصتها هاي الخليه الدهنيه؟ قديش ذكيه؟ اذكى من الخليه الدماغيه بسبع اضعاف. طيب اذا تخربت نبيله لا تعوض لا تتكافئ لانه فيها طاقه الجسم. هاي كمان من فضل الله علينا يعني. اللي بتشوفوا الانسان تبع اهل الكهف وكان ياكل وقت ياكل ما بيعرف الوجبه الثانيه امتى بتجي بعده بعد اسبوع هيك، لذلك ما كان عندهم سمنه ما كان عندهم نظام ثلاث وجبات. نحن في هذه الحياه عندنا يعني نظام ثلاث وجبات رغم انه المخزون الغذائي تبعنا عم يتناقص بالكره الارضيه مو عم يزداد. فانت بدك تعرف انه انت ما تفرض على حالك كمان انه نظام ثلاث وجبات انا لازم اكل فطور. هي منين جايبه؟ انت بتاكل وقت بده يصير حاجه جسمك انك تاكل. الاكل حيعمل لك مثل ما بيقولوا هي، بس هو نحن عندنا الاكل مزاج مو اكل غذاء. نحن ناكل لنستمتع لا ناكل لنستفيد. هي صايره فيان المتعه الوحيده لانه كمان بدكم تحرمونا اياها. يعني هي اللي عم نلعب عليها. لا بس نحن بدنا نهندسها مثل الشطرنج. في مثلا حركه بتقتل وزير وفي حركه بتقتل عندي اياها وزير خصمي. فهذا القصه هي انك هي الخليه الدهنيه مو تعاديها بس خليها هي تصير تخدمك عوض ما انت تقعد تشتغل معها بمعارك. فهي النقطه هي. نجي للوصفات اللي على السريع هي قلنا البن مع القرفه هي ماده رائعه لرفع الحرق. الشيء الثاني كمان نحن اللي بدنا نقوله قشر الليمون. قشر الليمون يعني ما بس يحطوها فقط مع الشاي والهالامور هي. قشر الليمون ابدا الليمون لا يلقى في النفايات. هاي الليمونة تعامل معها كأنها كنز مستغلها براتها أقوى من جواتها. أنا ما عم بحكي عن فيتامين سي. المواد الرهيبة الموجودة بقشرة الليمون مواد رافعة لاستقلاب الجسم. ابشرها تماما وجففها وخذها سف نزلوها بالطبخات هالأمور هي كلياتها. هي المواد رهيبة لرفع الاستقلاب على قد ما فيها كنوز من مواد المضادات التأكسد. هاي المواد ما بتتخيل قد ايه بترشفع على الاكسجه بالدم. فهي القصه هي كثير من الاسرار الرهيبه هلا لعالم اسمه العالم الصيدلاني النباتي لخفض الوزن بشكل سهل. الشغلات كمان اللي بيهمني امرها في شغلات بترفع الوزن غير هي الاكل والشرب هي احتباس السوائل. وقت ما بتقدر على الخليه الدهنيه وبتلاقيها هي روح دور على السوائل المحتبسه بين النسج الدهنيه اللي هي ما عم يكون لها لازم وعم تعطيك وزن اضافي وعرف ليش عم تعبي عجل. فاهم شيء لكمان خفض الوزن فصل الشتاء هو تنشيط الكليه. فاذا انت عرفت تنشط الكلى يعني وتخرج جسم الاملاح البوله من جسمك كمان خسرت كليين رائعين مو سوائل حيويه، سوائل محتبسه بجسمك كثير خففت لك عبء بهذا الامور هي. من احد انواع المواد النباتات الطبيه اللي بترفع غسل الكلاوي هو القريص. القريص كثير ماده لا يوجد لها طعم مؤذي بالامور الساخنه وفينا نحطها وبنفس الوقت بتلاقي بتغسل الكليه وبتهدي كليتك هديه رائعه جدا. وحارب الامساك يعني باي طريقه انت متعود عليها بزيت زيتون بقطعه صغيره عندك اياها من امر الدين مع شويه مي مهم ما يصير في امساك. فهي بتلاقي حالك حافظ على وزنك باسرار بسيطه جدا وان شاء الله يكونوا استفادوا اخواننا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله دكتوره وشكرا كثير لوجودك معنا دائما هيك بتعطينا معلومات غنيه واكيد يعني بنتمنى انه الكل هيك يلتزم بالحميه الغذائيه والشغلات اللي عم تقوليها اللي كلها فائده. شكرا كثير لك مننا بدايه مننا اليوم اخر وجبه اليوم اخر وجبه من بكره من بكره هي الكلمه الحجه على طول. شكرا دكتوره كل عام وانت بخير. اختتم